نشر موقع اكسكلوزيف بيكتشرز الصورة العفوية ديت لياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، وقالوا إن ياسمين ظهرت ممتلئة شوية وبطنها مليان شوية، يبقى أكيد حصل حمل. طبعا لا في خبر رسمي بالكلام ده هو ولا حاجة، لكن المتابعين بتوع ياسمين عبد العزيز بيحبوا يعرفوا كل حاجة عنها، حتى بيقولوا الحاجة ممكن تكون ما حصلتش. انتوا ايه رأيكم؟ هل فعلا زاد وزنها شوية؟ وممكن يكون مش بسبب الحمل اصلا. تحدث الفنان احمد العوضي عن زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، فذكر ان ياسمين عبد العزيز وقفت بجانبه معنويا، وكان لها دور كبير في نجاحه في دور هشام عشماوي الذي جسده في مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة. وأضاف العوضي خلال حواره في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي أن مسلسل ونحب تاني ليه بطولة ياسمين عبد العزيز حقق نجاحا كبيرا أيضا، وهي أهم نجمة في مصر. وتابع: كان هذا أنسب وقت يتم فيه إعلان الزواج، ونحن في قمة نجاحنا. الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعشانه. لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ظهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدا. وأوضح العوضي أن بداية علاقته بياسمين عبد العزيز كانت وقت تصوير مسلسل لآخر نفس عام 2017، مؤكدا أنه يحبها من قبل أن يعرفها، قائلا: أكتر ممثلة أنا بحبها من قبل ما أقابلها هي الممثلة المفضلة بالنسبة لي، وهي النجمة الأهم في مصر، وهي النجمة الوحيدة اللي بتعمل أفلام سينما بمفردها وتحقق إيرادات. وعن طريقة إعلان زواجه، وأنه فقط قام بتغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها، قال إن الأمر كان معروفا فالجمهور يعرف أنه مرتبط بها، موضحا أن هذا الأمر كان مقصودا، مشيرا إلى أنهما لم يقيما احتفالا لظروف انتشار فيروس كورونا، وأنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلن الأمر. وقال أنهم سافروا إلى حدود سوريا لتصوير بعض المشاهد، وهناك التقى بطفل صغير لفت نظره وأحبه كثيرا، فهو حجمه صغير لكن عمره 4 سنوات، ويتحدث وكأن عمره 40 سنة، اسمه موسى. وأكمل أنه يحب الأطفال كثيرا وأحب اسم موسى، وقرر أن يطلقه على أول طفل ينجبه، موضحا أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وافقت على ذلك وأحبت الطفل أيضا عندما حكى ليها عنه. أيضا هنشوف فرق السن بينهم. ياسمين عبد العزيز أكملت عامها 40، هي من مواليد 16 يناير 1980، بينما العوضي أكمل عامه 32، فهو من مواليد 12 ديسمبر 1987، يعني الفرق بينهم حوالي 8 أعوام تقريبا. يذكر أنه مؤخرا أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الصور خطوبة أحمد العوضي السابقة، وهو كان فسخها مؤخرا. وعلى الرغم من تفاعل الفتيات لإعجابهن بأحمد العوضي، إلا أنه انتقده البعض بسبب فستان خطيبته المكشوف، خاصة أنه صرح من قبل خلال حواره مع الإعلامية سمر يسري أنه رجل شرقي وله رأي في ملبس زوجته. فرد عليهم بقى أحمد العوضي على حسابه الشخصي على الفيسبوك قائلا: طب مبدئيا كده صور الخطوبة اللي غرقت الفيسبوك امبارح دي من سنة ونص، تاني حاجة أنا كنت خاطب وزي أي علاقة في الدنيا اسمه ونصيب، تالت حاجة أنا كنت خاطب واحدة
لو قعدت أقول عملت إيه عشاني من هنا لسنين قدام مش هيكفي، فهي وأهلها يفضلوا دايما على راسي. رابع حاجة، كل الرجالة اللي اتكلموا في حقي كلمة حلوة أو حتى انتقدوني لشخصي على راسي وتابع. الناس بقى اللي اتكلموا في فستان خطوبة مقفول من فوق كانوا متخيلين إن هلبسها عباية ونظروا على بنت محترمة عشان يضربوا فيا أنا. أنت لو كان أبوك تعب شوية على إنه يعلمك إن الحريم خط أحمر وإنك لما تحب تضرب في راجل بيبقى منك ليه، لو كان علمك كده كان زمانك فاهم في الأصول. فانسى بقى إني ممثل والكلام ده، لأ أنا في الأول والآخر منكم، يعني وارد تقابلني في أي مكان، أنا مش عايش في النمسا، فاعمل حساب إنك خط في سيرة ناس مني، واسترجل كده وسيبك من جو حرفين هتكتبهم وقلبك ميت، عشان ساعة الجد الموضوع بيختلف. وأضاف، محروق من حاجة اسأل، أنا بروح فين وتعالى قولي، أنت وأنت 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 عادي، بس هتعمل فيها جليندرز على الفيسبوك، ولما تخطب يا حلو ابقى لبسها عباية في الخطوبة أو خبيها، أقولك ابقى لبسها بدلة عشان أنت أرجل مني يا جامد. واختتم قائلا، آخر حاجة أنا سنجل، فياريت بلاش كلام في حاجات غلط. كل الشكر للناس اللي انتقدت كلامي ككلام انه شرقي زيادة، وكل الشكر للناس اللي شايفة اني صح. وصباح الفل عليكم، وكل الاحترام لبنت انا ما شفتش منها غير كل خير واحترام، وانا آسف ليكي. نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة سيلفي التقطتها من امام مرآة حمام، وذلك عبر حسابها بموقع الصور الشهير انستجرام. وعلقت ياسمين على الصورة التي ظهرت فيها بملابس رياضية قائلة: سيلفي الحمام. وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها، فيما علقت صديقتها الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: قمر. دي الصورة اللي أثارت الجدل، ومنى زكي قالت لها قمر، وهي كتبت عليها سيلفي الحمام. يذكر أن ياسمين عبد العزيز التزمت الصمت تجاه انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة دون أن تتحدث أو حتى تشرح أسباب الانفصال، لتقرر الظهور تلفزيونيا للمرة الأولى مع منى الشاذلي منذ 17 عام، وتتحدث عن العديد من تفاصيل حياتها، وتتطرق إلى طلاقها للمرة الأولى، حيث أكدت أنها لم تعلن عن الانفصال سوى بعد مرور عام كامل على وقوعه، وذلك بعد حدوث بعض الأمور التي استوجبت الإعلان عن الانفصال، وأشارت إلى كونها لم ترغب في الإعلان عن الأمر لحظة وقوعه حتى لا تحدث ضجة وقتها ويتم تسليط الأضواء عليها في ظل انشغالها بتربية أبنائها وتقديم الأعمال الفنية. وتحدثت ياسمين عن طليقها مؤكدة أنه والد أبنائها وهو إنسان محترم للغاية، كما كشفت عن كونها من طلبت الطلاق الذي حدث وفقا لرغبتها، إلا أن الخطأ الذي حدث هو تأخرها في الإعلان عن الطلاق، وكان عليها أن تعلن الأمر فور وقوعه. وأوضحت الفنانة المصرية أنها تعرف طليقها منذ أن كان عمرها 18 سنة، واستمر زواجهما 17 سنة كاملة، وحينما وقع الانفصال لم تتأثر بالضجة التي حدثت عبر السوشيال ميديا، خاصة أنها تشعر بالتحدي في أي موقف تمر به في حياتها، ولم يكن الطلاق هو الأمر الوحيد الذي مرت به في حياتها، كما أكدت أنه لا يجوز أن تخرج لتتحدث بالسوء عن شخص عاشت معه 17 سنة وهو والد أبنائها الذين سيشاهدون كلامها عن والدهم، وبالتالي الأفضل لها هو الصمت، والحزن بالنسبة لها لا يستغرق أكثر من يوم واحد. وأوضحت ياسمين أنه على عكس ما يعتقد البعض، علاقتها هي وطليقها أكثر من ممتازة، وهو يحرص على الاتصال بها والاطمئنان عليها، كما أنها حينما التقته وقت مرض ابنها أخذ يتبادلان الضحك والحديث،
وهو ما أثار استغراب البعض، لذلك فهي ترى أن علاقتهما خاصة للغاية. والأعمال المصري متخصص في الصناعات الغذائية مثل منتجات الألبان والعصائر. ومالك في مجموعة شركات ومصانع لاكتريس حلاوة وفانديتش للمشروعات السياحية والترفيهية. وهو صاحب منتجات شهيرة في السوق المصري مثل لاكتيل، بريزيدون، طعمة ملك، زبادي نسلة، كلها منتجات معروفة طبعا في السوق المصري. وهنا اهو وراه شعار بريزيدنت ولاكتيل. لديه ولد وبنت فقط من الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي تزوجها عام 2001، وهما سيف الدين حلاوة وياسمين حلاوة. تزوج محمد حلاوة قبل الفنانة ياسمين عبد العزيز بسيدة مصرية تدعى دعاء، ولديه منها 4 أبناء. اتجوز بعد كده ريهام حجاج بعد ياسمين عبد العزيز. ولد حلاوة بحي المعادي بالقاهرة، وهو من أسرة ثرية، وتخرج من كلية الاقتصاد والجامعة الأمريكية بالقاهرة الـ AUC. وبدأ حلاوة مؤخرا الدخول في مجال الإنتاج الفني، حيث شارك في إنتاج مسلسل كارما. بعد زواجه من ياسمين عبد العزيز بعامين تعرض رجل الأعمال محمد حلاوة لمحاولة قتل عام 2003 بعدما اعترض طريقه مجهولون بمدينة نصر، وانهالوا عليه ضربا، وأصيب وقتها بارتجاج في المخ. كان والده محافظ كفر الشيخ في فترة من الفترات، وتمتلك والدته مدرسة خاصة ورثها عنها، وكانت تقوم بإدارتها الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقته. من ناحية الفنان وائل عبد العزيز شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على حسابه على انستغرام صورة لهما معا، وتوجه إليها من خلالها برسالة كتب فيها: يا روحي انجحي وكسري الدنيا، احنا نكسر لكن ما ننكسرش. يديها طاقة إيجابية. ده وائل عبد العزيز شقيقة. وهنشوف أسرار عنها وعن جوزها دلوقتي. ياسمين عبد العزيز مولودة 16 يناير 1980، ممثلة مصرية تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت في تقديم الإعلانات في سن 15 من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك تم ترشيحها للعمل في السينما ثم في التلفزيون في مسلسل امرأة من زمن الحب، والذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان، العيال اتجننت، واعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية، وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما. كانت متزوجة من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، ولديهما من الأبناء ياسمين وسيف الدين. هنا محمد حلاوة وزوجته أو طليقته ياسمين عبد العزيز حاليا، هنا مع ابنتها ياسمين. ايه رأيكم تشبه لها؟ دي صور تانية مع محمد حلاوة، هنشوف أسرار عنه أعتقد ما تعرفوهاش.